الدنيا في مباراة الكوكب والوداد معنا المدربين السي هشام تبيعي والأستاذ رحيم طالب. أسئلتهم مختصرة ونتمنى السؤال يتكرر ما يتعاودش. ونبداو بالسي عبد الرحيم طالب. السي طالب بماذا يشرح هزيمتين متتاليتين؟ هل هناك مبررات؟ لقاء صعيب بالخدمة هذا لكن خلنا اللقاء باش ندخلو وشنو واحد الإيجابية صعيب تشتغل ضرب جزاء الطاقة الثانية 30 هذيك الإصابة اللي تجاهلها الطاقة 30 أولا العمل الذهنية مع اللاعبين طبعا لأن بعض الأوراق ديالنا حنا لأن الطاقة الثانية 30 بدات اللقاء وتشتغل الإصابة فهو صعيبة شوية جاونا عدة فرص شوط أول ما ضيعناها فريق خصم كان دار واحد التنشيط دفاعي جيد لقينا صعوبة لأن فريق اللاعبين ديال كوكب السيزون طبعا من بعد شي إصابة كان واحد الفريق التواصل ديالو دونك كان شوية صعيب تمر إلا من الأطراف مرنا كم مرة ضيعنا عدة فرص الشوط الثاني مشي كنا غيرنا في موقع اللاعبين جونا عدة فرص ضيعناها إلا برضو شفنا مرة فريق إصابة لا خطأ فلان تقول أنا يجيب مرة فرق لا فرق بيو الجميع في نادي البيضاء سعد راح طالب ما كتشوفش الغياب ديال سعيد فتاح أثر على وسط الميدان الدويدي طبعا حنا تقريبا واحد ثلاث شهور حنا كنلعبوا بجوج لاعبين في مستوى عالي من ناحية ديال الريكوبيراسيون هو فتاح والبارح اليوم لعبنا قريب من الأدوية لأنه كان مريض وما عندهش بديل مثله بنفس المستوى افتح المكان ديالو صحيح ولكن ما تبينش بأن الفرق بين الوداد كان في اللقاء حاضر لا بدني ولا تقني ولكن اللي كان هو عدم تركيز تسرع في مربع العمليات وحتى من ضربات الإصابة علينا شوية ذهنيا بعد لا يفقدوا الثقة في نفسهم هذا من أصعب ما يمروا به فرق تجي من هزيمة ومعول باش تفوت تجي إصابة ضربة جزاء لكن ثانية صحيح باش ترجع في اللقاء ولا سيما تعرف ان الان هذوما كلهم لاعبين هاويين مش لاعبين محترفين كيأمنوا القدرات ديالهم تولي واحد عدم تركيز تولي واحد التخوف تولي عدم ثقة فبين الشوطين حاولنا طرقنا باش نرجعوا في اللقاء رجعنا ضيعنا الفرص في الشوط الثاني جات اثارة الشوط الثاني اعطت قوة الخصم او ازدادت احنا من الناحية الدينية نفذ طالب نفذ في هذا العديد سعد راح يتعرف على تفكير حسن نفسه نظرا للأزمة ربما هي نفسية وليس على مستوى الفني الخاص باللاعبين خاصة هزيمة في الميدان أمام الحسنية ملاحظات على التحكيم ولكن من جهة أخرى اللي هو كأنه يلعب بالبيضاء حضور جماهير مكثف وجماهير الوداد تعطي حافز معنوي أكبر هل هذا الحافز المعنوي الأكبر على اللاعبين للتسرع كما تحدثت يعني داخل مناطق الجزاء أو حتى الكوكب الذي كان مرتفع المناطق وكأن نصف الملعب هو خط الدفاع. من جهة أخرى عبد الرحمن قال لما لا يفسر التغييرات على مستوى خط الدفاع الخاص من الجزاء؟ طبعا هذا الفكر هو تغيير التغييرات التقنية الفردية الجماعية أن أنت تفكر أن اللي باش تغير واحد الدفاع اللي ربع الخطأ مش تستنى الإصابة والثاني في الخطأ الأخير ضرب جزاء خيالية حتى في البعيد لأن الدفاع ما عندوش مسؤولية على الإصابة اللي كتجي وثانيا اللاعبين من الان رابحت غير جاهز بدنيا عنده اصابه تنظف عضلي رابحين من الاتجاه في ذاك المكان عنده تنظف عضلي وكنتمنى باش يرجع في الاسابيع القادمه او الايام القادمه وزايد بما جاي الله عنده ثلاث اسابيع بدنيا لانه توقف مده ثلاث اشهر مع المدرب الكلاسي ليس جاهزا بدنيا يمكن غيكون 50-60% حنا كنحاولوا باش نوصلوا لذاك المستوى ديالو ولا سيما شويه الدفاع اللاعب غير من غير الضريره من الضريره ما تعرفش غير الوداد باش تعرف الضريره اي لاعب خصو يدخل الوداد وغير ممتلئ الى الفريق الوداد او مدينه الضريره الا خصو يكون في الجزيره كامله
باش ما يخطاش ودع لسان كمل عيد مستوى عالي خلو يدير وما نجحش لانه لم يكن جاهز ذهنيا ولم يتاقلم مع اجواء الضروريه. فلان حنا كنحاولوا بالطرق والطرق، انا قريب لاعبين كثير طرق بيداغوجيه كانت تقرب لاعبين كتكلم معاهم، فاللاعبين دائما كيكون واحد التخوف. فلان حنا تدريجيا كنحاولوا باش نوجدوا ان شاء الله في لقاءات قادمه والطرق خص التغيير، متفق معاك متفق مع راسي اصلا، لان كاين هناك لاعبين في المنتخب الامل اللي فازوا بالدور العربيه، كاين لاعبين اخرين تنحاول نوجدهم للمقابلات القادمه، ولكن ان شاء الله في الايام القليله القادمه غادي نكون احسن. يا جيت الطالب غير ثلاث نظريات المباراه ما شفناش السي طالب يعني ما رجعش من البونتوش. انا لست من المدربين الذين انا كنت نستنى السي طالب لا اسمح لي نكمل لا لا لقيت الافكار ديالي لا الغيب تاعي من الله سبحانه وتعالى خليني نكمل لك. انا هذا هو مدخل السؤال، السؤال ديالي هو واش السي طالب هذاك اللي يعني ما ناضش وما رجعش وما كذا يمكن تكون هذه استراتيجيه ديالك واخا، ولكن انا غير السؤال ديالي هو واش ماشي تأثير ديال الهزيمه في اكادير والخوف من مواجهه الجمهور او الهزيمه ما طلعش السؤال ثاني لا انا اللي تنسول السي طالب حتى الدور ديالي هو اللي تنسول لا انا مش المدربين الذين يقومون ويسرقون في البحر. انا طريقه اللعيبه ديالي الحمد لله نجحت في 82 ماشي دابا كثر من ديال حتى 9 سنين لم انا ماشي من هذيك اللي قلت النوض خصنا هوت بالنسبه لي انا العمل اللي غيتقرر حتى كيتقرا في الاسبوع مادام انا الفريق ضغط صحيح ديال اللاعبين تيقولوا ملي ما يتبقاش غادي نبقى في النوض نعيط اللاعب كيسمعك ما كتخلصش قبل الجمهور يسمعك. انا شنو عندي نوعيه اخرى هي رزانه وانا اشتغل كنشوف مقابله كنشوف الاخطاء ديالي كنصح لاعب تدعي ثلاثة عرفتي اش نطلب منه ولا انا كنوقف في التدريب يمكن بعد المدرب كيوقفوا كينوضوا وحدين كيمشيو كيجيو داك الشيء علاش مش نمشي لك والحس انا جي فيه علاش نغير وثانيا داك الوقوف انا بالنسبه لي في كل شيء اللاعب اللي كنعيط عليه وانا جاي زعما نوقف كيسمعني ان شاء الله كيسمعني